السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين 16 من سلسلة تمارين الدالة الأسرية. إذا التمرين عبارة عن نظمة، إذا نحل في إركاري النظمة. إذا في هذه النظمة عندنا جوج أس إكس تساوي 3 أس إكريك. إذا كنعرفوا بأن الدالة الأسرية للأساس أ اللي كيمكن لي نرمز ليها بالرمز أ إكس تساوي أو إكس ألان ديال يعني جوج x تساوي هي الإكسبونونسيال ديال x الألين ديال جوج، وثلاثة أس x تساوي الإكسبونونسيال ديال x أو دي y ألين ديال جوج. إذن هذه المعادلة هذه تصبح على هذا الشكل. إذن عندنا x نحسبها بدلالة y، يعني عند y الطرف الثاني يرجع واحد ناقص y. جوج أس إكس غترجع هي أو إكس ألان ديال جوج تساوي أو إكريك ألان ديال تلاتة. إذن تكافئ إكس تساوي واحد ناقص إكريك. عندنا حنا بشكل عام إلا كان أو إكس كيساوي لنا أو إكريك فهاد العلاقة راه تكافئ إكس كتساوي إكريك، يعني إكس ألان ديال جوج تساوي إكريك الألان ديال تلاتة. إذن دابا عندنا حاسبين إكس بدلالة إكريك في هاد المعادلة الأولى، وعندنا العلاقة ما بين إكس وإكريك في المعادلة الثانية. إذن شنو غديرو؟ نعوض إكس بقيمتها في المعادلة الثانية. إذن شنو غادي نديرو؟ إذن عندنا هنا إكس غادي نعوضها باش بواحد ناقص إكريك. إذا غترجع واحد ناقص إكريك الألان ديال جوج تساوي إكريك ألان تلاتة، غنديها للطرف الأول المعادلة غترجع ناقص إكريك ألان ديال تلاتة تساوي صفر. إذا في هذه المعادلة فقط عندي مجهول واحد، إذا كيمكن لنا نحسبوه. إذا واحد في الألان جوج هي ألان جوج ناقص إكريك ألان جوج هي ناقص إكريك ألان ديال جوج ناقص إكريك ألان ديال تلاتة تساوي صفر. إذن إكريك وحنا عندنا إكريك يمكن نعمل بها، كيبقى لنا نعملو بناقص هنا، كيبقى لنا الألان ديال جوج زائد الألان ديال تلاتة تساوي، والألان ديال جوج نديها الطرف الثاني يعني ناقص الألان ديال جوج. إذن الألان جوج زائد الألان جوج هي الألان ديال جوج في تلاتة، يعني هي الألان ديال ستة. إذا ناقص إكريك الألين ديال ستة تساوي ناقص الألين ديال جوج، يعني أن إكريك تساوي الألين ديال جوج. إذا ناقص مع ناقص بشات على الألين ديال ستة، أي الألين ديال جوج على ستة، أي الألين ديال واحد على ثلاثة. إذا إكريك تساوي الألين ديال واحد على ثلاثة. إذن إكس تساوي ماذا؟ كنعوضها بالقيمة ديالها، هي واحد ناقص ماذا؟ ناقص الألان ديال واحد على ثلاثة. ويمكن لي ندير الألان ديال واحد على ثلاثة هي ناقص الألان ديال ثلاثة، يعني واحد زائد الألان ديال ثلاثة. إذن الزوج، إذن حل هذه المعادلة هو الزوج واحد زائد الألان ديال ثلاثة، الألان ديال واحد على ثلاثة، أو ندير ناقص الألين ديال ثلاثة بحال بحال.